نابولي إيطاليا، إنها ذروة موسم السياحة. هذه السيدة التي تمضي عطلتها هي على وشك الوقوع في شرك يطلق عليه النشالون اسم إيل كريمينو. سيلهي هذا الرجل الضحية بينما يلطخ الآخر سترتها، ثم يتم شريكهما الثالث المناورة المعقدة من خلف ظهر الضحية. لكن لصوص الشارع المحترفين هؤلاء سينكشف أمره. الشرطة! الشرطة! حسناً، أعد إلي المحفظة، لقد رأيته يسرق المحفظة. بوب أرنو، مقدم العروض الشهير في لاس فيغاس وكاشف اللصوص، جاء إلى نابولي لكي يكشف حيلهم. سأشرح لكم كيف يعمل النشالون. أولاً، على النشالين أن يصطدموا بالضحية. لا يمكن أن يدخلوا يدهم في جيب الضحية على الإطلاق. سيصطدمون بالضحية بهذه الطريقة. ها هو أعظم نشال في العالم، بوب أرنو. على مدى أكثر من عقدين استخدم بوب أرنو مهاراته كمقدم للعروض التي تتضمن عمليات نشل على خشبة المسرح، ليقبض على لصوص حقيقيين وليعلم السياح كيفية تجنب النشالين. يسافر إلى نابولي ليطارد نشاليها المشهورين فقط، الذين يوازونه من حيث البراعة والمهارة بحسب اعتقاده. بوب برفقة زوجته وشريكته في مطاردة المجرمين بامبي. لقد جاء إلى نابولي من قبل، لكنه لم يتمكن آنذاك من تدمير عرين اللصوص. لم أدخل عميقا في عالمهم، لقد كانوا محترسين وكانت هناك حواجز. وصلت إلى مرحلة معينة وفجأة أصبح الأمر وكأنني أمام جدار صخري مرتفع لم أستطع أن أجتازه. أهلا بكم في نابولي سيدتي سادتي، نرجو منكم ربط أحزمة الأمان والبقاء في مقاعدكم حتى نصبح في وضعية الوقوف التام. نابولي، أكثر من مليوني شخص يعيشون في ظل بركان ناشط. كانت موقعاً ساخناً لتمضية العطلة عندما حكمت روما القديمة العالم، ولا تزال حتى أيامنا هذه نقطة سياحية هامة. لكن خلف الغنى الثقافي والجمال الخلاب والطعام الفاخر يختبئ زعماء العصابات، نشالون ودجالون محتالون. الشرطة! لكن بوب لم يأتي إلى هنا من أجل البيتزا، بل جاء من أجل النشالين. جاء يبحث عن لص تمكن من خداعه على مدى عدة سنوات، وهو نشال يدعى أنجيلو، الذي يقال إنه أفضل نشال في الشوارع. التقى بوب بأنجيلو منذ زمن بعيد، حتى إنه قبض عليه وهو يحاول سرقته بطريقة لم ير بوب مثلها من قبل. لقد كشف أمره من خلال كاميرا خفية، لكن أنجيلو تمكن من الفرار. شاهد بوب وبامبي العديد من النشالين في كافة المدن الكبيرة. توقف! أعد إلي حقيبتي! إننا نذهب إلى كل الأماكن الغريبة وأحياناً إلى أماكن خطرة جداً. إياك أن تضع يدك القذرة في جيبي. لديهما تقنية خاصة للقبض على اللصوص. نقوم بخداع اللصوص فنجعلهم يظنون أننا سياح أغبياء، ونتركهم يسرقون منا بعض الأشياء. إن وسط نابولي هو مركز هذه العمليات. سألف الشريط حول خصرك وسأضع هذا الجهاز. بوب وبامبي مزودان بعدد من الكاميرات المخبأة التي تلتقط صور اللصوص وهم يقومون بعمليات النشل. هكذا يأمل بوب أن ينصب شركا لأول نشال من خلال محفظة الحظ التي يحملها. أظنني في وقت قصير سأفقد هذه المحفظة، لقد فقدتها عدة مرات من قبل، 150 مرة على الأقل. لا أحب أن أفقدها،
لكن الخدعة تقتضي استخدام المحفظة كطعم للصوص. المحفظة محشوة بأوراق ممزقة، لكن بوب يستخدمها دائماً للإيقاع باللصوص وفي كل مرة يسترجعها. سوف أثبتها جيداً، لن أضيعها. بالنسبة إلى بوب وبامبي، هناك سبب عملي للقيام بمطاردة النشالين. لا أظن أن إيجاد حل لعمليات النشل يكون من خلال فرض القانون أو السياسة. أظن أن الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي من خلال تعليم الناس كيف يتحملون مسؤولية حماية أنفسهم. هناك طريقة تجعلهم لا يتحولون إلى ضحايا. هيا بنا، إننا مستعدان استعداداً تاماً. حسناً، إننا مستعدان. إنهما يركبان القطار الذي ينقل السياح إلى بومباي، وقد سمع بوب بأنه يعج بالنشالين. نظارات جميلة. مع خبرة 20 سنة في مطاردة النشالين، أعرف جيداً عمن يجب أن أبحث. يقوم اللص بداية بتحريك رأسه بخفة لكي يراقب، أما السائح فلا يفعل. انظروا من بعدها إلى العينين، هل يبتسم؟ إن كان يبتسم فسوف يكون بالتأكيد قادراً على النشل. الشخص العادي، رجل الأعمال أو السائح، يتصرف بطريقة مختلفة تماماً عن اللص. أخيراً أبحث عما إذا كان يحمل بعض الأدوات. أحياناً يحمل اللصوص سترة على ذراعهم لإخفاء ما يسرقون. بعد 30 دقيقة خاب ظن بوب عندما وجد نفسه النشال الوحيد على متن القطار. لقد نظرت إلى كل الركاب، لا يوجد أي نشال على متن القطار في هذا الوقت. لا شيء، لا شيء، مضيعة لوقتنا ولوقت الآخرين. أن يستدير المرء ويتعرض للسرقة ليس بالأمر السهل، حتى لو كان هو يريد ذلك. لكنه يتعرض للنشل عندما لا يتوقع ذلك، وهنا يكمن فن النشل. يقوم النشالون الأكثر احترافاً بالعمل من ضمن فريق، لكل واحد دور خاص عليه تأديته. المعترض أو لانونا، أي الجدة كما يسمونه في نابولي، يقوم بالارتطام بالضحية أو بإلهائها. أما المدفع فهو الذي ينفذ عملية السرقة، ويقوم على الفور بتسليم المحفظة إلى الظل الذي يقف إلى جانبه. من بعدها يفترق الجميع. ينتقل بوب وبامبي إلى موقع جديد. نابولي هي واحدة من أكبر المدن الإيطالية من حيث الموانئ. سفن سياحية عملاقة تقوم بإحضار آلاف السياح كل يوم خلال ذروة موسم السياحة. فرصة ممتازة للنشالين. 601، رأيت الهدف. يستقل بوب وبامبي الباص المتوجه إلى الميناء. إن التعرف إلى نشال يتطلب نشالاً آخر. عندما توقف الباص وصعد ركاب جدد، عرفت على الفور أنهم ليسوا ركاباً عاديين. لم أنظر مباشرة إلى أعينهم، بل استدرت وتركتهم يرون المحفظة. بدأوا بالاقتراب مني. عندها عرفت أنني سأتعرض للنشل.
لم أشعر بأن المحفظة قد أخذت مني، وهذا لم يحدث من قبل طوال السنوات التي قمت خلالها بملاحقة النشالين. اضطررت إلى لمس جيبي لكي أتأكد من وجودها. لقد تحققوا من المحفظة فوجدوها فارغة، ثم رموا بها على الأرض. عندها كانت فرصتي لمواجهتهم. هذه لي. هل هذه لك؟ أجل، أعطني إياها. حسنا. هذا أمر خطير، هؤلاء مجرمون، إن قام أحد بالتضييق عليهم فقد يلجؤون إلى العنف. هل نستطيع التحدث لدقيقتين فقط؟ لدقيقتين فقط. طبعا. أنا أمارس عملك. حقا؟ أنا أيضا نشال، لكنني أقدم عروضا في لاس فيغاس. لاس فيغاس؟ لكن بوب يتمتع بالسحر وبالخفة، إنه مقدم عروض بارع. أخذت شاشة الإلكترونية وأريته بعض الصور ففرح كثيرا. ابتسم لي، أعطيته الشاشة، لكن قبل ذلك أخذت ساعة يده. ساعة اليد، يا لك من ماكر، أنت بارع في ذلك. لقد خططت لذلك بأفضل طريقة ونجحت المهمة. أنا بارع في النشل، ألست كذلك؟ حسناً، فهمت. عندها قاموا بدعوتنا لتناول فنجان قهوة قائلين: تعالوا نذهب إلى هناك ونتناول فنجان قهوة معاً. أريد أن أشرب القهوة معهم، أريد أن أحادثهم، لذا وجدت نفسي بحاجة إلى مترجم، فاستعنا بميكيلي. كان جالسا بعيدا عنا وهو طالب ينتظر قدوم الباص التالي. هل تتكلم الإنجليزية؟ هل تتكلم الإنجليزية؟ هيا تعال إذن، تعال. أنا أتكلم الإنجليزية، ماذا تريد؟ أريدك أن تترجم. أترجم؟ مهلا، ما هو اسمك؟ فرانكو. فرانكو، من أين أنت؟ أنا من أمريكا. من أين من أمريكا؟ من لاس فيغاس. لاس فيغاس؟ كاليفورنيا؟ لا، نيفادا. هناك حيث الألعاب كثيرة؟ وأنت ما هو اسمك؟ بوب. بوب. لقد التقى بوب بالنشال الأول. إنه يؤدي لعبة خطيرة مع مجرمين حقيقيين. هو الآن ليس في لاس فيغاس. الحق بي، سنذهب إلى هناك. اتبعنا. حسنا، تعال، سنذهب إلى هناك. هؤلاء الرجال هم لصوص ترعرعوا في أزقة النشالين في نابولي، لكن بوب يحمل سنتين من الخبرة، وبطريقة سهلة راح يتبادل الحديث مع اللصوص. أتريد أن نشرب شيئاً؟ نشرب القهوة؟ أجل. لقد أصبح ميكيلي الآن مترجم بوب. قال إنه يريد السفر إلى لاس فيغاس لمشاهدة عرضك. فكرة رائعة. أخبرهم بوب عن الحركة الأسطورية التي رآها ذات مرة هنا في نابولي، وهي ثانية بطانة الجيب، وراح يريهم بعض ألاعيبه. عندما أعود إلى لاس فيغاس أريد أن أكون بارعاً في تأدية هذه الحركة، يجب أن أكون قادراً على القيام بها. قل له إنني أعجبت كثيراً به وبتأديته حيلة ساعة اليد. يجب أن نمضي معاً أسبوعاً كاملاً. يريدك أن تمضي برفقته أسبوعاً كاملاً. لقد نجحت خطته. عرض اللصوص على بوب مساعدته في ملاحقة أنجلو النشال الذي قام بهذه الحركة المذهلة. اقترح بوب أن يلتقيهم مجدداً نهار غد في مكان أكثر سرية، فوافقوا. غداً عند العاشرة إذن. لدينا موعد، من المفترض أن نلتقيهم يوم غد، لكن هل سيأتون؟ لست أدري. على الرغم من المطر ومن احتمال أن يكون بوب عميلاً للشرطة، حضر فرانكو برفقة طاقمه. هل تفهم ما أقول؟ تفضل،
النشالون يقومون بمخاطرة كبرى، وكذلك بوب. معظم هؤلاء الرجال مروا بأوقات صعبة. سألهم عن الحركة التي قاموا بتأديتها يوم أمس عندما نشلوا محفظته دون أن يشعر بذلك، تلك الحركة التي استطاعوا من خلالها أن يخدعوا أستاذاً في النشل مثل بوب. وافقوا على تمثيل حركاتهم السرية أمام الكاميرا. اقتربت من الهدف، قمت بالسعال عدة مرات في إشارة إلى شريكي الجدة لكي يقوم بتأدية الدور المطلوب منه. وضعت أصابعي حول المحفظة، قمت بتحريكها بخفة، ثم دفعت شريكي بمرفقي. شكرا جزيلا، شكرا. في هذه اللحظة سحبت المحفظة وسلمتها على الفور للشريك الآخر. هكذا تمت العملية. إذن لابد من أنهم أدوا هذه الحركات على مدى عدة سنوات. لقد كانت تجربة إضاحية مذهلة. بالنسبة إلي، الأمر المذهل هو التنسيق فيما بينهم. لقد كانوا يعملون كفريق عمل مذهل. اتخذوا مواقعهم في الحال. الشخص الذي يرتطم بالضحية هو الذي يرتطم في كل مرة، والشخص الذي يقوم بالنشل أي المدفع هو من يقوم دائما بدور المدفع. ولأن تلك كانت تجربة إضاحية ولم تكن عملية نشل حقيقية على متن القطار، فقد بدت غير طبيعية بعض الشيء. ما أن نفذت العملية حتى تفرق الرجال كما يفعلون في الواقع، عملية مذهلة حقا. فرانكو، هيا بنا إلى لاس فيغاس. شعر بوب بالحماسة فقرر أن يريهم واحدة من خدعه ونزع حزام رجل. لديك هذه في جيبك. يريد فرانكو أن يعرف لأن هناك أحزمة تستخدم لإخفاء المال. أنا لست مهتماً بأحزمة إخفاء المال، لكن فرانكو مهتم بها، أليس كذلك؟ أجل. بدأ دماغ فرانكو يعمل. ربما حول بوب عرضاً مسلياً من عروض فيغاس إلى جريمة على أرض نابولي، وهذا أمر لم يفكر فيه بوب لشدة ذهوله وتأثره بما رآه. بعد أكثر من 50 سنة من تقديم العروض، بدأت الشكوك تساور بوب. الآن بدا عليه الارتباك. قالوا إنهم لم يفهموا لماذا تفعل هذا. وكيف أكون إذن أفضل نشال في العالم؟ هل هذا شيء يخصك أنت؟ ما هو الشيء المشترك بيني وبينه؟ إنه يريد مقارنة نفسه بنشالي الطرقات، ويريد أن يعرف كيف يجري هذه المقارنة. مهلاً مهلاً، النشل فن، ومقدم العروض فنان أيضاً. الرسم فن، وحتى تصفيف الشعر فن أيضاً. إن أراد المقارنة فهذا غير ممكن. لكن بالنسبة إلى النشالين الحقيقيين، هناك شيء من الواقعية ومن الحزن. أنا أخجل بما أفعل. لماذا؟ لأنه ربما هو يخجل بي. أجل أجل، فهمت. هذه هي مهنتنا، لكن أريد أن أتركها في أسرع وقت ممكن. هذا عمل أعتاش منه. إنما أقوم به عمل سيء، أريد أن أتركه. انتهى اللقاء. تعلم بوب حيلتهم، لكن فرانكو أيضا تعلم حيلة من بوب. إنها حماقة كبيرة ارتكبها بوب وبامبي، وسيندمان كثيرا. أدرك بوب أرنو أنه يلعب لعبة مزدوجة قد ترتد عليه، وقد لا يدعه اللصوص يتوغل أكثر في عالمهم السري. إن الاقتراب أكثر من هؤلاء الرجال ومحاولة كسب صداقتهم أمران صعبان جداً. إن لم أكسر الحاجز وأجعلهم يثقون بي، فلن يبوحوا بأسرارهم أمامي، وهذا شيء مهم جداً. لقد قمت بعمل رائع عندما جعلتهم يقبلونك بينهم. أحياناً أفكر في أنك تكاد تنسى أنك تتعامل مع لصوص ومجرمين، وقد أخطأت كثيراً عندما أريتهم خدعة نشل الحزام. هذه خدعة لم يروها من قبل. هذا شيء سلبي. لقد علمتهم نصف الحركات. جعلتهم يظنون أن باستطاعتهم القيام بها. لم أرى جيداً. ليتك تكررها مرة ثانية.
لا يعقل أن ننشل حزاما في وسط الشارع. حقا؟ لم يحدث لي شيء عندما فعلت ذلك، لأنني عرفت أنه قد يراني. كشف الخدعة. أجل. عندها أعطيته الحزام وقلت له انتظر. أجل. فأنا أتدرب على النشل. لكنك خططت لهذه العملية. أجل. أنا لا أفهم بالضرورة كل دوافع بوب وكل رغباته. وكشرطي متنكر فإن الرغبة في تمويه الحقيقة قد تكون مخاطرة كبرى. لديه الكثير من الأشياء التي لا أفهمها. أظنه شخصية غريبة جدا. خلال محاولتهما الثالثة كشف اللصوص، وصل بوب وبامبي إلى سوق تجاري. كان بوب قد سمع بأن 15 عملية نشل تحصل فيه كل يوم أحد. يأمل بوب بشدة أن يلتقي بأنجلو. هذه المرة الطعم سيكون بامبي. وضع بوب النظارات الكاميرا وحمل بيده الكتاب الكاميرا. بامبي أيضا تحمل محفظة مزودة بكاميرا. إن كانا محظوظين فستسجل الكاميرا حركة اليد وهي تدخل إليها. هيا بنا. لا يوجد شيء هنا. علينا التوجه إلى المكان الذي قد يكون اللصوص فيه. هذا مكان ممتاز لندخل إليه. لا نريد إضاعة الوقت. تنتقل بامبي من كشك إلى آخر بحثاً عن المتاعب. هذا هو. لا لا، ابقى حيث أنت. حسناً، ها هي السيدة هناك. هل رأتني؟ لا، لم ترك بعد. عليك أن تنشلها. لكن بعد ساعتين لم يحدث شيء، فتأكد مرة جديدة أنه من الصعب أن يجعل المرء من نفسه ضحية. إن كان في المكان نشالون فلن يقوم بأي عمل، لأن اللصوص يعرفون جيداً كيف يتجنبون الوقوع في فخ بوب. لم يعثر بوب على أنجلو بعد، النشال المحترف الماكر الذي يبحث عنه. مطاردته باءت بالفشل. عندها طلب من ميكيلي المترجم أن يتصل بفرانكو وفريقه طلباً للمساعدة في العثور على أنجلو. عندها تبين أن لدى ميكيلي فكرة أخرى. لدي صديق اسمه سيرجيو، وهو يعرف الكثير من الناس في مونتي سانتو، المنطقة المركزية في نابولي، وهو سيعرفنا إلى بعض أصدقائه الذين يمارسون النشل منذ الصغر. تم ترتيب عشاء يجمع بوب بسالفاتوري وستيفانو، وهما النشالان السابقان اللذان اتصل بهما ميكيلي. مساء الخير. مساء الخير. مرحبا، بوب أرنو. سالفاتوري. ستيفانو. بحسب رأيك، كم يبلغ عدد النشالين في نابولي؟ ليس المهم أن نقول كم يبلغ عدد النشالين، بل المهم أن نقول كم يبلغ عدد الأغبياء. عليك دائماً أن تخلق وهماً عندما تنشل محفظة أحدهم. عليك أن تؤدي دورك، أن تضع قناعاً. لا يستطيعون أن يعرفوا أنك نشال. والآن ماذا يعمل؟ لم يعد نشالاً. ستيفانو يعمل الآن في وكالة سياحية تحمي السياح من التعرض للسرقة. عندما يراني أحد النشالين برفقة السياح يعرف أن عليه عدم المحاولة. يعرف جيداً أنه قد يضعني في وضع محرج. لقد وافق أصدقائي على البقاء بعيداً عن مجال عملي. هذا رائع. لذا تختار الشركات أناساً مثله لكي يعملوا لديها. هل أستطيع طرح سؤال على بوب؟ لماذا كان حلمه أن يسرق فوق خشبة المسرح؟ ألم يحلم أبداً بأن يصبح لصاً في الشارع؟ هل شعرت يوماً برغبة في القيام بهذا العمل في الشارع؟ أجل. أجل. حقاً. أجل. أتساءل دائماً في كل مرة أسير فيها في الشارع، هل أستطيع الوصول
إلى هذا الجيب أم لا أستطيع؟ مرة جديدة كشف بوب وجهاً مخفياً من وجوهه. إن الخيط الرفيع بين الصياد والطريد بدأ يتلاشى تدريجياً. بعد أسبوعين تقريباً في نابولي، وصلت رحلة بوب أرنو نشال العروض المسرحية في لاس فيغاس للبحث عن النشال المحترف أنجيلو إلى نهايتها، حتى إن اتصالات ميكيلي بفرانكو ورفاقه لم تعد تلقى إجابة. استمر في ركوب الباصات لعله يجد أنجيلو، وبدلاً من أن يجده وجد فقط هواة. عندما صعدت إلى الحافلة، شعرت وكأن يداً تمتد إلى داخل جيبي. عندها فقط أدركت أنني قد أفقد محفظتي للمرة الأخيرة. أعيديها إلي، أعيديها إلي في الحال. الشرطة! حسناً، أعيدي إلي المحفظة. ماذا تريد مني؟ المحفظة! ماذا تريد مني يا رجل؟ أعطيني محفظتي، أعيدي إلي محفظتي. أنت مجنون. لقد أخذوا محفظتي. عرف بوب أنه كاد يخسر محفظة الحظ التي يحملها، وهي التعويذة السحرية التي استخدمها مئات المرات. أنت رجل مجنون حقا. أنت نشالة. هذان الاثنان كانا معا، قاما بسحب المحفظة بخفة، كادا أن يسحباها من الجيب، لكنهما تركاها في اللحظة الأخيرة عندما شعرا بأنني قد كشفت أمرهما. لو تمكنا من أخذ المحفظة لكنت قد خسرتها إلى الأبد، ولكانت قد أصبحت من الماضي. لقد فقد الأمل. يخشى بوب الآن من أن يكون كل نشال في المدينة قد أصبح يعرف وجهه. هذان الاثنان أخبرا الآخرين، لكن النشالين يشنون هجومهم في اللحظة التي لا يتوقع أحد فيها أن يفعلوا. في الباص الثاني اكتشف بوب شيئا مفاجئا، ميركو النشال في فريق فرانكو، ومعه أنجيلو النشال الأسطوري الذي أمضى بوب عدة سنوات في البحث عنه. فكرت ثم قلت في نفسي سوف يعرفانني لا محال، أنا بوب أرنو. فوجئ اللصان، لكنهما لا يستطيعان النزول من الباص. في هذه الزحمة تمكن شخص من سرقة محفظة بوب الجالبة للحظ. لقد سرقها. تلك المحفظة التي سرقت منه مئات المرات، وكان في كل مرة يسترجعها. أخذ المحفظة ولم أسترجعها بعد. سوف أطلب منه أن يعيدها إلي. هل نستطيع أن نطلب منه إعادة المحفظة؟ هل تريد أن نتناول فنجان قهوة؟ هناك حانة في أسفل الشارع. بوب مذهول مما حصل. قام أنجيلو بسرقته، الرجل الذي ساعى طويلاً للقبض عليه. قهوة باردة. قهوة باردة، نعم. سيدتي، لقد تذكرتك الآن. بامبي، أليس كذلك؟ حسناً. يظن نفسه الأفضل. هل فعلاً تظن نفسك الأفضل؟ أنا الأفضل. الرقم واحد في إيطاليا، الرقم واحد. لا أحد أفضل مني. أستطيع سرقة المال حتى من داخل الجوارب. حسنا، أسرق المال أينما كان. هل يستطيع ذلك؟ حتى من داخل ملابسك الداخلية. أنا الأفضل. حسنا. راح بوب يخبره أنه مهتم كثيرا بتعلم الحركة التي سمع بأن أنجيلو وحده متخصص فيها. حسنا، هذا ما أمضيت سنوات عديدة في البحث عنه. كيف يمكن أن يسرق من جيب السروال الأمامي دون أن يكشف أمره؟ أجل، مهلا، إنه هنا في جيبي. صحيح. هذا سهل جدا. هذه الأمور سهلة عليه. يظن أن هذا سهل. فجأة لمعت فكرة في رأسه. ماذا لو دعا كل النشالين للقاء يتمكن خلاله من كشف خداعهم؟
إنما أرغب فيه هو ربما مقابلة كل الإخوة في أحد المطاعم. هو يشرح لي أشياء يعرفها وأنا أشرح له أشياء أخرى. إذن لوتشانو، أنجيلو، حسنا ربما فرانكو. أجل، فكرة رائعة. ربما إنزو، لما لا؟ إنزو جيد، أليس كذلك؟ حسنا، سوف يطلبون منه الحضور يوم الجمعة بعد الظهر. الآن علي أن يذهب. أنا سأنتظركم إذن يوم الجمعة بعد الظهر. حسنا، شكرا. إلى اللقاء. شكرا لك. إلى اللقاء. فقد بوب محفظة الحظ، وأي من اللصوص لا يعترف بأنها معه؟ أجل، ربما نجحت في جعل أنجيلو يتكلم، لكنني لم أسترجع محفظتي بعد، وهذا أمر يزعجني كثيرا. يومان مرة. لحظات تفصل بوب أرنو عن لقاء أكبر مجموعة من كبار النشالين الذين تمكن من التعرف إليهم على مدى 20 سنة. خلال دقائق قليلة سأدخل إلى عرين اللصوص. كل ما أعرفه هو أن كل النشالين الذين كنت أبحث عنهم خلال الأسبوعين الماضيين سيجتمعون معا. إذا حضر الجميع فسيكون لقاء مذهلا. ومن المثير للدهشة أن الجميع حضروا. مجموعة من اللصوص لم يجلسوا معا حول طاولة واحدة طوال كل السنين التي أمضوها في العمل في نفس الشوارع. كم تساءلت إن كنت سأحقق يوما هذا الحلم. إنه حلم لطالما أردت تحقيقه، لطالما رغبت في الدخول إلى عرين اللصوص، لطالما أردت رؤية لصوص حقيقيين بارعين عن قرب، وتمنيت أن أجلس معه. بدا بوب سعيدا جدا. أحدهم وصفه قائلا: إنه كطفل ليلة عيد الميلاد. لقد كان يتشارك المهنة التي يحبها مع أناس يستخدمون مهاراته لكن لأهداف مختلفة. كان مستمتعا جدا بالجلوس معهم. مرة جديدة أصبح ميكيل المترجم الرسمي. الآن رأى بوب حركة الجيب الأمامي التي لطالما أراد رؤيتها. سوف يرينا أنجيلو البطانة. هيا هيا أنجيلو. لا 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 لا، سأنتبه. حسنا، هيا جون، هيا. عليك أن تنتبه. حسنا، أجل، هذا جيد. من أخذ مالي؟ من أخذ ماله؟ تفضل. شكرا. إنها مقلوبة، مقلوبة، أجل. حسنا، هل ترى شيئا؟ لا مشكلة. لا لا لا، انتبه، لقد رآك. دعه يريك. لقد قام بتأدية حركة رائعة، لأنه لم يلمس الجسم على الإطلاق، لم يلمس الجسم أبدا، بعيدا في هذا الاتجاه. هل ترغبون في تناول بعض الحلوى أيها الرفاق؟ إنهم يريدون تناول الباستا. حقا؟ سيأكلون بعد. ما زالوا يتناولون المقبلات. ماذا؟ هل سيأكلون بعد؟ أدرك بوب أنها قد تكون اللحظة المثالية الوحيدة المتاحة له كي يختبر قدراته في العالم الحقيقي. هل أستطيع يوم الأحد أن أحاول تجربة مهاراتي في مكان ما على طريقتهم؟ حسناً أيها الرفاق، هناك تجربة أخيرة علينا أن نخوضها. بوب نشال بارع مع أنه لم يمارس هذا العمل سوى على خشبة المسرح. الآن علينا أن نجد طريقة لاختبار بوب النشال على أرض الواقع. يريد بوب أن يقوم بعملية نشل واقعية ومساعدة فريق في ذلك. إذن أنا بحاجة إلى ماركو وبحاجة إلى أنجيلو، وأريد أيضا مساعدة فرانكو. أحتاج إلى 3. حسنا، فهمنا، تحتاج إلى 3. نحن جميعا سنساعدك. حسنا، سوف تكونون أفرادا في عصابة مؤلفة. أجل. من 3 لصوص. أجل. وأنت ستكون اللص الذي سيقوم بالنشل.
بامبي، ما رأيك في هذا الاختبار؟ هل هذه فكرة جيدة؟ لست متأكدة من أن لديه ماذا؟ الجرأة. وافق النشالون على أخذ رجل الاستعراضات في لاس فيغاس ليقوم بعملية نشل حقيقية. بدأ بوب رحلته بملاحقة اللصوص، والآن أصبح داخل نقطة الخطر. بوب، عليك أن تنتبه، إنهم يخططون لأمر ما. بوب، أنا أحبك. شكرا. انطلقت ولدي الكثير من التحفظ، بصراحة لأنني لست مرتاحا في هذه المنطقة. هذا مجال لا أملك خبرة فيه. هل الجو حار اليوم؟ جداً، من أكثر الأيام حراً. بدأت أتصبب عرقاً كالمجنون. أنت تخوض معركة خاسرة، هذا تحدي. أنا لا أريده أن يتعرض لأي سوء. أظنني أقوم بتحطيم الحواجز في داخلي. أشعر وكأنني أقوم بعمل في غاية القساوة. وصلنا الشالو بوب إلى الموقع المحدد وفي الموعد المحدد، لكن ليكون راضياً عما يفعله اتفق مع الجميع على أن يعيد كل ما يسرقون. سوف ينجح الأمر. قل له أنني أتمنى له أن يجد محفظة جميلة محشوة بالمال. ميكيلي، أخبره بذلك. هذه المرة فرانكو يضع نظارات بوب المزودة بالكاميرا. لا يعرف ركاب الباص أن فريقاً من كبار النشالين يصعد على متن الحافلة. هناك خطر حقيقي بأن ينكشف أمر بوب وتأخذ المسألة طابعاً عنيفاً. حسناً، اصعدوا، هيا. صعد بوب على متن الباص وتوجه نحو الهدف الأول. نجح في السرقة، لكنه متوتر وسرعان ما تحول من لص إلى مقدم عروض على الخشب في لاس فيغاس. هل أستطيع أن أطرح عليك سؤالاً؟ هل أنت سائح هنا؟ إلى أين تتوجه؟ عفواً؟ إلى أين تذهب؟ تريد أن تذهب معي؟ لا، لكنني أود أن أحدثك لدقيقة واحدة فقط. إنه مسرح في الشارع أكثر مما هو جرم حقيقي. هل هذه الورقة لك؟ حسناً. أجل، إنها لي. إذن أين كنت تحتفظ بها؟ كانت في محفظتي. لا، لقد كانت في حقيبة الظهر، وحقيبة الظهر هذه مزودة بسحاب، أليست كذلك؟ وأظن أن هذا الهاتف الخلوي هو على الأرجح لك. أجل، هذا هاتفي. ما حدث الآن هو أنك كنت محاطاً بفريق من النشالين. أجل. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ابقى حذراً. أجل. هذه محفظتك، انتبه على محفظتك في المستقبل. من الآن فصاعداً، ضع محفظتك في وضعية أفقية، لا عمودياً. لا تضعها عمودياً، وهكذا يصعب على النشال سحبها. وخلال حديثهم قام بوب بعملية نشل أخرى. يقول فرانكو أيضاً إن وضع المحفظة في الجيب في وضعية تكون الفتحة فيها إلى الأسفل هي طريقة تجعل حتى أكثر النشالين براعة لا يفكرون في نشلها. هل رأيت هذا؟ تفضل، لقد نجح. إلى اللقاء. إلى اللقاء. علينا الآن أن نفترق، يجب أن يتعرفوا إلينا. ما إن تشير إلى أحدهم حتى يأتوا إليه. بصفته لص شوارع، أصبح بوب الآن فخوراً بمحاولته الناجحة الأولى.
بوب بوب. غاضب بوب فتفرق اللصوص واختفوا. كانت على الأرض. هيا لننزل جميعا. قبل أن ينزل أحد من الحافلة اعترف النشالون بما فعلوه. أعيدت المسروقات إلى أصحابها. بالنسبة إلى السياح كان هذا درسا مفيدا. إلى اللقاء. أما بالنسبة إلى بوب فقد أدرك أنه لا يملك ربما ما هو ضروري لكي يكون نشالا حقيقيا. إنما فعله أنجلو هنا لا أستطيع أبدا أنا أن أفعله، ليست لي الخبرة الكافية. إنها الإرادة، الإرادة، كل ذلك يكمن في الإرادة، اشرح له. قال له اللصوص إنه يملك المهارة الكافية لكنه لا يملك ما يكفي من الشجاعة. قل له إن الأمر بسيط جدا، ليس بحاجة إلى دروس، يحتاج فقط إلى بعض الجرأة لكي يدخل يده في جيب أحدهم. إنه بارع ويتمتع بكل المهارة اللازمة. الفرق بيني وبينك هو أنك تضحكهم، أما أنا فأبكيهم. صحيح صحيح. لن يتمكن أبدا من القيام بعملية نشل حقيقية. المسألة أشبه بالفرق بين الشمس والقمر. هو يضحك الناس خلال عروضه في أمريكا، هذا كل ما يستطيع القيام به. لم يبق لي سوى أن أقول لك إلى اللقاء، وأتمنى أن تعود إلينا قريبا. إلى اللقاء بوب، إلى اللقاء. وكأنه وداع مؤثر بين الأصدقاء. لكن هؤلاء مجرمون حقيقيون يكسبون عيشهم من سرقة مال الآخرين. كسب بوب الشهرة والثراء من خشبة المسرح من خلال تأديته حركات يؤديها النشالون، لكنها بالنسبة إليه خدع لا أكثر. لقد ألقى نظرة خاطفة على عالمهم وعرف أنه لا ينتمي إليه. الشيء المذهل الذي عرفته اليوم هو أنني بالتأكيد لا أتمتع بالسرعة التي يتمتعون هم بها. كان الأمر بوم 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 بوم، انتهى كل شيء في 12 ثانية فقط. فجأة شعرت وكأنني فقدت ثقتي بالنفس، لأنني اليوم تعلمت الكثير في هذا المكان. عليه تأدية تلك الحركات على خشبة المسرح حيث يستطيع أن يتأقى أمام جمهوره. يأتي هنا في المرتبة الثانية. حان وقت العودة إلى أمريكا، لكن شيئاً واحداً لا يزال مفقوداً. هل أستطيع أن أريك شيئاً؟ هل أستطيع؟ لقد وافقت بامبي، لكن بوب لم يكن على علم بأن لدى ميكيلي بعض الخدع التي يتقنها. حسناً، حركة رائعة. أرأيت؟ ماذا؟ لقد تعلمها. أنت من نابولي، ألست كذلك؟ أي حركة هي الرائعة؟ لا أعرف عما تتكلم. لم تكن بحوزة المحفظة عندما جئت إلى هنا. إنه بارع. هل المقصود هذه؟ هل المقصود هذه؟ هل تقصد أن ميكيلي كان قد سرقها من قبل؟ أنت هو اللص. أنت لص؟ أنت لص. أنا؟ هيا أيها اللص، لن أعترف بأنني لص. أريد أن أنظر جيدا إلى الوجه. إنه بارع. لن تضيع محفظتي أبداً أبداً.